هذه الجامعة تحمل اسم فيصل بن عبد العزيز، وشيدت حول المكان الذي كان يسكن فيه رحمه الله. والملك فيصل بن عبد العزيز علامة بارزة وضخمة ومشرقة في تاريخ المملكة العربية السعودية وفي التاريخ العربي والعالمي. ولن أضيف شيء لو تحدثت عن عظمة هذا الرجل الكبير، ولكن اسمحوا لي أن أرجع أكثر من 40 سنة وأتحدث عن ذكرى شخصية لي أعتز بها مع الملك فيصل. كنت من سكان جدة وجيت للرياض في زيارة، يعني في زيارة قصيرة، وبعد وصولي للرياض بيوم أتيت للسلام على الملك فيصل في القصر المجاور لهذه القاعة. وبعد أن تناولت وجبة الغداء على مائدة جلالته مع غيري من الناس، خرج جلالته من قاعة الطعام وكان يرافقه الأمير فيصل بن سعد بن عبد الرحمن رحمهم الله جميعا، وكنت أمشي خلفهم ومتجه لبوابة الخروج. التفت علي الملك فيصل مبتسما وقال: أنت لك معازيب ولا نسكنك؟ بمعنى أن ساكن عند أحد ولا ندور لك سكن؟ وكان ردي لي معازيب الله يطول عمرك، وودعته وذهبت. أتذكر يومها وأنا خارج من القصر أن اللي كان يدور في بالي أنه هالحين جلالة الملك فيصل حامل هم اسكني أنا، وأصلاً وش در الملك فيصل أني ساكن جدة؟ فالحمد لله أني من جيل ولد في عهد الملك عبد العزيز وعاصر الملك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله، والآن نعيش في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وأحمد الله سبحانه أن جعلني أحتفظ ببعض الذكريات والمواقف الإنسانية العظيمة مع كل واحد منهم.